السلام، كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في القناه ديالي. مرحبا بكم في اول فيديو ان شاء الله غادي يكون في رمضان. وقبل ما غادي نبداو الاجواء ديال رمضان، بغيت نتمنى لكم يا ربي رمضان كريم يدخل عليكم بالصحه وبالسلامه، وباش ما كتمنوا يا ربي يخلي لكم الناس اللي عزاز عليكم ويتقبل منا ومنكم كل شيء يا ربي، ويغفر لنا الذنوب ديالنا. هذا ما كان صراحه، ما كنتش ناويه انه نصور لكم فلوق باش نكون معكم صريحه، قلت لا داعي. ابري قلت نو اوموان نصور لهم غير النهار الاول كيفاش غادي يكون. اليوم فقط مع 12 فقط كاينين معايا خوتي حفصه ومروه، هما اللي معايا اليوم ان شاء الله غيجيو دارنا. قلت لهم ضروري تدوزوا معايا اليوم الاول ديال رمضان. الكوزينه ديجا بديت فيها وبديت الخدمه باش نقول لكم زعما الصراحه. ابخي مشيت كنسول اختهم واش ندير لهم فيديو اليوم، غير اليوم ندير لهم فيديو ديال الاجواء كيفاش غادي تكون. فامبورط واخا الوصفات اللي غادي ندير كاينين شي حاجه اللي ديجا نتوما كتعرفوها، عرفتوا جي لامبرسيون كندوي بالزربه، دونك جو سوي ديزولي لكم بالزربه. المهم ندخلوا للكوزين، انا غير حاضره دابا حيت كنت كنصور لكم سينو المعقول ضربه الطابليه. غنوريكم شنو كنوجد اون باراليل اي فوالا. بقاو معايا الوغ. هنايا مروان جاب لي دان، درت ليه الترميله ديالو ليسونسيال، راكم عارفين اللي كنديرو دائما بالنسبه للدجاج رميلتو باش نحطو في الكونجيلاتور، باش هكا ماشي اشاك فوا نخرجو يكون مكونجلي وما كتجيني بحال العطريه، ما كي زعما بحال ما كيكونش شارب مزيان العطريه. فقلت هاد المره هادي غادي نديرو هكا، نشرمل ديجا ونحطو في الثلاجه. ابخي كنت خصني حتى هي نفرقها ونحطها في بلاصتها. وهنايا مريوه حاطه لينا، قالت كتصاوب كيكه. قالت مروه كيكه قلتي كيكه ديال التفاح. دونك انا اول مره غادي ندوق الكيكه ديال التفاح كيفاش دايره. ديجا الحاجه اللي درت اون باراليل وكنت انا شويه معطله هو انه الكرافس ربيع داكشي طحنتو ديجا. المهم الترموميكس راه معاوناني، وانا هنايا نقول لكم شنو وجدت بالنسبه هنايا للترموميكس. الوغ هنايا وجدت اون سوب، شنو دايره فيها؟ دايره فيها هنايا ديجا البروكولي، دايره القرعه الخضراء. وحيت خصكم تعرفوا بان البروكولي انا ما كناكلوش، فواحد النهار كنت مشيت عند اسماء وصوبات هاد لاسوب هادي بالبروكولي جات تتحمق. من تما ادوبتيت هاد لاغوسيت هادي وقلت ضروري غنبداها برمضان. اصلا كناخذ شي حاجه بعدا اللي فيها المنفعه، دونك هنا فيها البروكولي، فيها القرعه الخضراء، شويه ديال البزار، ودرت ثلاثه المعالق ديال بودغ دوغي، دونك البودره ديال الروز شديته انا ديجا هنايا في ترموميكس وطحنته، دونك حطها في واحد الطاسه، شويه بزار شويه الملح بيان سور. وهنايا دونك غنخليها واحد 15 مينوت 120 دوغري يبدا يولي شويه. شتو التلفه بون اوكي. دونك هنايا غادي نديرو فيتيس 1 وغادي نخليها بوندو 15 دقيقه ان شاء الله. فغادي تحافظ لي على كل شيء اللي كاين هنايا، كاع الفوائد اللي كاينين هنايا. وندوزو دابا نشوف شنو غادي ندير. غادي ندير هادو بحال هكا ونبسطهم نبسطهم بحال اللي سمعت هاد الكلمه ديال نبسطهم. المهم غادي نديرهم بحال هكا باش ما كيشدوش ليا اسباس في الكونجيلاتور، حيت ديجا جاي با دي سباس. بون نفس الحاجه غادي نعمر شي لاخر. المهم الريحه ديال الدجاج بنينه. انا نقول لكم شنو درت فيها. درت المهم عينكم ميزانكم. درت بيان سور البزار، الملحه، سكينجبير، الموطارد حتى هو، الحامض مصير، الربيع، درت الثومه. حاولت انني نكثر شويه من الثومه لان الثومه كتجي بنينه في الدجاج، كتبنن الدجاج بلوتو. وصافي هادشي اللي درت زعما. والزبده نسيت، حتى الزبده حتى هي درتها. المهم انا نسالي هادشي ونرجع لكم. شكون تعرفوا ما كنحملش نخدم بالليقات نهائيا، ولكن لانه هنا كاين اللحم فانا كنكره ريحه اللحم تبقى لي في يدي، فهادشي علاش دايره ليقات فورس ماجور. صافي هيا هادشي ديالي غنحطو دابا في الثلاجة
وانا حيت عليا واحد لاطاج كبيره. الوغ راه شحال من حاجه درتها من بعد ما صورتهاش ليكم لانه الكاميرا لا باتري ديشارجات. مي انا غادي نقول لكم شنو درت. دابا راني حاطه البصله تشحر باسكو غادي ندير تضبط مع راكم عارفين كنموت على البطبط. دونك دابا وصلت للمرحله ديال التعمار. او ميم طون العجينه انا صوبتها. ها هي العجينه حاطاها دابا غير كترتاح واحد شويه. درت هنا في الثيرموميكس. ابخي هنايا درت ديجا العماره ديال هذاك اللي كندير ديما ديال البريوات معمرين بالبيض والجبن. ودرت هالمره غير شويه ديال القزبر هو اللي زدته والكمون. المهم هذه راه ديجا وصفه حطيتها لكم من داك العام. من التحت لاصوب ديالي راها ديجا واجده. يعني شوف فاطمه الله يعطيها الصحه عصرتي ويعقوب الليمون حمقها. المهم لاصوب ريحتها بنينه. من طابت انا نقول لكم زدت عليها دو فروماج كاري. زدت شويه ديال الزبده وصافي الملحه والملحه والبزار هذاك الشيء راه درتو في المره الاولى وطحنت كلشي فيتيس 9. صافي دابا غادي نخلي هذا الخليط هذا يبرد ليا ومن بعد غادي نعمر البريوات وصافي. راه حنا غادي نمشيو بشويه والكيكه ديال مروه راها تطيب قربت طيب. ها هو الشاريو هذا هو اللي كنعمر باش كنحطو كلشي فيه بدقه وكندي شاريو بدقه للصالون باش ما بقاش غاده جايه غاده جايه الي غوتو. دونك هذا كنعمر فيه كلشي. دابا غادي نبدا بالتوجات ديال الطبله. انا دابا هنايا كندير الخبيزات اللي طيبو. من هاد الشيء هادي حطيت القلي من الفريزر ضروري دايز من هنا فريز اخر خسر ليا. المهم بصراحه الطبيطات خرجوا ليا زوينين. صافي هذيك حرقتها ماشي مشكل. مي فرانشمون خرجوا ليا واعرين. اول مره غادي نجربهم و جو سي ساتيسفي. في دوتغ بار هنايا زدت الزيتون مقطع زدت كورنيشون مقطع زدت بواطه ديال الكونسيرف شامبينيون وزدت الشعريه مقطعه وصافي. المهم خذوا هاد لا مارك هادي لقيتوها راه هي اللي مزيانه هكا كتجي مربعه. او ميم طون ها هما التجهيزات. احنا غادي نمشي بشويه. حيدا مروه ايوا ها هي الطبيله واجده. ها هي لاصوب كيف ما كتشوفوا. الكيكه ديال مروه خرجت شويه محروقه ما معليش. البريوات حمراء وهادو اون فيت هاد اللي كيت معمرين بالكروفيت مصوباهم ليا فدوى هما. وهاد لينام ديال الدجاج والصومون كيجيو بنان 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 بزاف. ايوا هذا ما كان الخبيزات راكم عارفينهم ماشي اول مره غادي نديرهم حصريا الشباكيه وسلو ديال فديوة. دونك هادشي اللي كاين. نديرو دكوتي العواصر ونحليو بالقهوة ضروري. المهم واخا مشا هكا مي بون جبت الفطور بيل بوال فغيمون بيل بوال وبصحة فطوركم. وهادشي اللي كاين هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين غو فطرت الحمد لله اللهم تقبل يا ربي. ولقيتوني غادي نمشي دابا عند صالون باش غادي نحيي الباغه اللي دايره. هذا ما كان بلا ما نقول لكم بان الطبله مازال كاينه مجوفو. عييت دابا غادي نتلم مع السيده دجا مع الطلا. غادي نمشيو خليوكم معايا. قولوا لي مبروك لانه واخيرا الباغ بغيز صوبات. واخيرا هذه شحال من الجمعه ما عندي الطوموبيل من قبل وانا مخلياها لعند بابا باش تصوبها لي مسكين انا وانا كنت مسافره. و بون انا فرحانه اخيرا غادي نفطر بعيد مقعد كيف الناس.
المهم هادو القضيه اللي غيعرفوها غير الناس اللي كانوا متبعيني في انستغرام، لانه اشاك فوا كنقول لهم ناني خصني نصوب واحد الحاجه وما ساليتش ليها. فين الماشي اللي مشيت صوبتها؟ ولدي اللي مشى، ولدي بابا اللي مشى صوبها. يعقوب ما كاينش هنا. يعقوب قول لهم كوكو يا عمري الزوين، قول لهم كوكو. كنقول كوكو شويه، قول لهم كوكو. كوكو ولي ولي ناني بابا ديما كيخليها بريمير ممكن. يلا نطلقوا في الصالون. الوغ انا وصلت، نتمشى في لا تكنيك باش كتحيد الصباغه، ماشي بحال هذيك القضيه ديال اللي كيديروا كتدور على كل صباع داك الالومنيوم وتخلي واحد سانز من بحال هكا كيبقى لي الضفر بالغامه زوين بزاف وصافي با دي تو مال. عرفتي قلت لكم بان الضفرها ناتشورال ما غاديش تيقوني. والله ما غادي يكون مضفرها ناتشي غالي ديما هكاك باقي. فوالا شوفوا لي طفيراتي كيفاش تيدو. المهم اول مره غادي ماشي اول مره صراحه، ثاني مره غادي نحيد الصباغه وغنحس بان طفاري ما كلاوهاش. ها نتوما كيفاش كيبانوا لكم فريمون ما كلاوهاش، باسكو كيفاش تحيدوهم هذيك هي اهم حاجه، احسن من داك كيف ما قلت لكم ديسولفون داك الروينه وكيبداو يقلعوا لكم الطفر بحال هكا، ديما داك القشره الاولى كتكون مشات. هما صراحه طفراني فراجيل وماشي لاكوز هاد الفيرني هادي، انا فراجيل كانوا قبل ما ندير الفيرني، ودابا غادي ندير لهم سوان ناتشورال ان شاء الله. رجعنا للدار. قلدني رجعنا للدار ابخي قلت لكم من الحوايج ديالي جبت هيبر فاتيغي ما نكذبش عليكم، غير بشويه غادي طيح لي الكاميرا مرمراتي على السباق. المهم قلت لكم بلي دخلت بدلت الحوايج ديالي وكلشي، بيان سور ما غاديش ننسى نقطه مهمه واللي هي لا روتين ديالي قبل ما غادي نعس، لانه خصني نتهلا في البشره ديالي. حاليا ماشي حاليا زعما من كنت مشيت للبنان وانا نتبع واحد لا روتين الوجه ديالي كنجرب واحد لا غام جديده فوالا، دونك ما غاديش نوريها لكم هنايا في لا فيديو، مي سي اون غام لي كنديرها دابا طالعه في دو سمان جو بونس فوالا من 27 وانا متبعاها لحد الان. هي اللي كندير جبت حدايا هاد الماسك، مي الصراحه عرفتش كنقولوش ندير ولا ما نديروش، ما عنديش ليه الخاطر، دونك تو سامبلومون غادي ندير لا كريم هيدراتونت ديالي. اي بيان سور الكونتور ديال عينيا ملعب وداك الشيء مهم، بيان سور الكونتور ديال عيني. انا الصراحه استعملت دابا غير هذا ديال كيلز باسكو ما عرفتش نحطيت هذاك الاخر ديالي ديال نيت تاع لا غام اللي كندير به كونتور ديال عينيا، كنقلب عليه والله ما عرفت فين حطيته مع الباطه ديال الماكياج عندي مرونه، فما عرفتش فين حطيت داك الشيء. تاجا بابا بون تاج منا بابا انت زوينه. حاجه وحده اللي غادي نبداها هما اون فيت الضفاري باسكو ولاو فراجيل بزاف، فعندي واحد اللعيبه اللي عاد غادي نجربها تاع مافالا. بون سمعت على بزاف هاد مافالا فويغل كل واحد اش تيقول عليه، مي زعما كو دي كومونتير بوزيتيف، زعما كاين شي حاجه بانت لي ماشي تلهي فيه بروكيراتي، دونك يدار غير هنايا في الجهه ديال كيتشوكو لي بوان الانين، مي بصراحه ما عرفتش بحال ما مقتنعاش بيه ومقتنعه بواحد ضحكوا عليا مقتنعه بالثومه والزيت زيت الزيتون، ومن مقتنعه بهم صراحه اللي غادي يقوي لي الضفار باسكو كنت مجرباهم شحال هادي ونفعوني بزاف. فهادشي اللي كاين، ما عنديش ما غادي نصور لكم شي حاجه دو بلوس باسكو في السحور بقاو لينا الخبيزات فهم اللي غادي نديرو باش غادي نسحروا بهم وصافي، يعني انا في السحور ما كنطيبش الاكثريه كندير دو زون فهمتوا، باش ما كندخلش الكوزينه بزاف كنكثر من الفطور باش كنخليه في السحور
وهذا ما كان. قولوا لي من عندكم نتوما كيفاش دوزتوا النهار الاول ديالكم، واش داز صعيب داز زوين؟ انا الصراحه دو ما بار كان مزيان، كان بخير كلشي هو هذاك، صوف في الاخر كاع درني راسي. فوالا هادشي اللي كاين، غادي نحبس الفلوغ هنايا. نتمنى ان شاء الله ان رمضان كامل يدوز عليكم مزيان وبخير، وصافي باي باي. ما تنساوش انكم عندكم مواصفات ديال الطيب، خليهم لي في لي كومونتير هكا نشوف من عندكم، وطيب حتى انا شي حاجه نتوما قالينها ليا.